سعيد باستقبال الفنان موهوب على الاخر. موهوب بصراحة وعنده موهبة وعنده امتياز خاص بصراحة، واليوم باش نسمعوا باش نتفرجوا في الكليب نتاعو أول مرة. سعادة باستقبال حسين الدو. فريمون باش نلقاو واحد في عمره هو وعنده الفيزيون تاع الكارير وعنده الثنية اللي نجم ماشي فيها، سي تري ديفيسيل. معناتها الفنان في تونس لازم يولي قد سي عبد القادر باش ينجم يفهم روحه فاش قاعد يعمل. اليوم هو صغير وفاهم روحه فاش قاعد يعمل، ولكن مرحبا بك حسين. يعيشك نور. مرحبا بك. مرحبا بالناس. مرحبا بالناس اللي تفرجوا فينا قبل كل شيء. مرحبا بكم، محليكم ومحلى زينكم ومحلى هاللمة ذي. فرحان برشا نكون متواجد معاكم، وانا جو بونس اللي مازلت في اول ثنيه دونك حسين برشا علي. لا لا في اول ثنيه ما فاهم وين ماشي. اون بليس صراحه معناتها عندك لوك شبيه لوك شبيه، عندك لوك محلاه حاب الفيست. وجهك محلاه معناتها وجهك تلمو محلاه من بعيد يبان كانك نتاع بيوب نتاع صابون ولا نتاع روحك هكا ابيض وزيت. ما تنساش اللوك مهم على الاخر. اما تو نحكيو على مفاجأة السهرة. المايسترو الدكتور الاستاذ الفنان الشاب عبد القادر الجديد يحضر لنا. اش تتسمى لحظة اللي حضرتها؟ مقطوعة. في انتظار الأحد الرياضي. محضرنا مقطوعة من شجرة اسمها عيد عيد الضريبة. الله الله الله. أخي المواطن وأنت تسمع ممكن ما تفهم حد شيء، فهذا يدل أنك جاهل، مش أنه هو راه يخرم. تصفيقة كبيرة على الفنان الشاب عبد القادر الجديدي. يلا بمساهمة كورال البحيرة. تعلاك شو شو كرا ولا بالضبط كرافات الدنيا اقسم بالله بالضبط. يلا امشي. سيدي بوهيبة انقذني من الضريبة، ماني وليدك يا سيدي يا سيدي. رغم ضربوني والضربة جتني على راسي وانا هاني التو انقاسح ليلي و قالولي نخلص الضريبة اجت تملص مولى بيت باسم العدالة نجيبها هي تخلص انت ومنو بيا فاطمة والشيخة هنية والتهاني قول احنا ملا فكرة يا يوسف وملا فكرة هاني فكرة كيف فكرة يا يوسف علاش علاش هكا غريبة مولا باس يا خويا شو هذا يوسف غريبة يا يوسف حرام عليك نحنا نحبوك بالورو نحنا نحموك بالدولار نحنا نحموك بالدينار يا يوسف فيك 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 شيخ سي عبد القادر يوسف غريبة يكرهها سيدي بالهيبة يا يوسف ما تفددناش مش لازم منها الغريبة ما تخلصوهاش سيدي بالهيبة نمنع نعمل الغريبة باسم العادلة موجودة باسم الكاتبين الكل سيدي بالهيبة منعت نعمل الضريبة باسم العدل المجيدة وباسم الكادحين الكل كل فلايساتي فلايساتي رجعت لي وعماراتي رجعت وكلينيكاتي رجعت لي وبياماتي رجعت وليزنجاتي رجعت لي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هاو الفن البديل هاو تحب اقول لك حاجه رجعنا للزمن الجميل نسمع نقترح عليك كليب سي عبد القادر كيفاش كليب عملها كليب كيفاش تجي كليب في الصحراء ناقه الراس كليب تبدا انت تغني في شورت بالحق
في شورت هواي تجري وحدك شورت هواي في الصحراء فهمتني ويبدا جمال يبكي وراك فهمتني وبحذاك كونغورو فهمتني كونغورو يضرب ويقص عليك سيدي بوليبا بيه كونغورو يضرب في ديك سي عبد سيدي بوليبا مش يطلع هي بالرسمة بعد تجي الباقة تعديكم تحليل الكل انت ومريم بول هيبا استعدى تحليل معاه خاطر كر بيك كر عليك سيدي بورقيب سيدان سيدان باهي مريم فهمت حاجة من اللي تقول انا باش نقترح على حسين تتولي غناية اخرى برس امك عطيها ذريب تشوف كيفاش ولي غناية اخرى جا مثل اي خاطركم كورال فاشل وما عطيتوش قيمه لل الكلمات راك تهم سي عبد القادر ضيعتوا المعنى ضيعتوا المعنى ضيعتوا المعنى امشي 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 كلمات مش نورمال خويا اختار جمله برك جمله برك خاطر ما عندوش الميكروفون تاعك شنو الكلمه ذي فليسيتي رجعت لي فليسيتي اسمع انا نقول انتم قولوا رجعت لي ذيك فليسيتي وانا على رسالتنا ديما رجع يا فليساتي رجعت عاود اقوى شويه يا فليساتي رجعوا لي مراراتي رجعوا لي كلينيكاتي رجعوا لي وبياماتي رجعوا لي ومن زنقاتي رجعوا لي زنقاتي رجعوا لي فوالا حسن الدوز قداش ما فيش فاشلين معناتها العمل الابداعي لازمه مبدع مش كمشة فاشلين كيما يخليو معاك عارف تختار وفي غياب فوزي بن قمرة ايوه ولات مريم تغني نعم بالوقت معنا فقرة جديدة معناتها بيا ومريم يعطيوا رايهم في شوية ذوق اسمها بوليس الموضة دونك مرحبا بكم في بوليس الموضة فقط باش نعطيو رأينا هل اللبسة اللي لبسها واحد رجل سياسة رجل فن ثقافة مناسبة ولا مش مناسبة هذا في افتتاح مؤتمر تونس الاستثمار نائبة مجلس الشعب في الاستقبال الرسمي نشوفوا لبستها صابري القبنطين يلا مريم باي ابدا باي بعد مريم ايش قولكم في لبسه نتاع استقبال وفود رسميه من نائب مجلس الشعب حسين باش تعطيني رايك بعدها مسند كل مسند عرفت مسند اللي باش يتفلقى من اغزر لي اعطيني من ناحيه اللياقه بعد من ناحيه اسكو من لياقه ولا لباقه والا ذوق والا تناسق ولا شيء معني يعني نشوف في كارثه انا قدامي اليوم كيفاش معناتها قبل ما خرجت شنو اللي فكرت بالضبط من الفرج خرجت ديريكت لقات روحها تحلم جي با كومبري فرانشمون حاجه شنو من الفرج؟ غراف عمرك كريم واحده قلت لها شنو لابسه حبي قالت لك هكا؟ اي ترقد هكا تنجم ترقد هكا في فرشها ما تخرج هكا نو امور مريم هي اللي لبسته توا نوفل متناسقه مع بعض الحق نتاع ربي هي اللي دون لو سبور شيك بقيتها سبور شنو؟ سبور شيك اللي دون سبور شيك ها باش نقول لك ها باش جوفي ديتايي لا توني سبور اما مش شيك سامحني سي ان سبور شيك سبيدري سبور شيك في بصفه عامه نحكي بصفه عامه بصفه عامه سي ان سبور شيك سبيدري سي لا غران توندونس سيت اني تنجم اليوم تلبس روبه مع سبيدري سي تخي شيك سي تخي سي ان سبور شيك تنجم اليوم سبيدري تلبسو مع كسوه معناتها تحط اون شيميز بلانش اون فيست نوار ان بونتالون ان بانس تحط سبيدري في ساقك سي تخي شيك الساك كيف كيف الساك نتاعها الي على مود سي لا توندونس خاطر الساك اللي بالشين توا الي تخي توندونس انا جو تروف كو لو فولار اللي حطته صابرين il a égayé un tout petit peu sa tenue. Je trouve Mata que c'est un plus, qui a rajouté Mata un plus à la tenue. Bekita, vu la morphologie de Sabrine, elle est pas, elle est complètement. Franchement, moi je trouve que c'est très moche. La morphologie. Cette conclusion, c'est très moche. Donc Bekita, elle est dans le sport chic. Il n'y a aucune fausse note. La seule fausse note, Madame Sabrine. Vous n'avez pas une morphologie et des tenues marathon du gentil c'est ah tu as tout le chef le même c'est حاجه خايبه ياسر
انت كي تغزر لا ابار يظهر لي الاطار الرسمي نتاع نايبه في مناسبه رسميه هذاك بخلاف الذوق يعني. والله احنا حكينا ديجا مؤتمر الاستثمار بالحق هكا سامحني احنا حكينا على المناسبات تفكروا مع سلمى محجوبي قامت الدنيا وما قعدتش كيفاش قلت انا لابسه عريانه جوستومون لابسه عريانه وقتاش في اللي جي سي سي راهو هنا شو المراه هذه مش المناسبه وطنيه فيها معناها هي تعرف نعم ليه هي شبه عريانه شنو اللي ناقص؟ شو نقص على العري هذا؟ ليه هي وزلك في الفصلة هي انا راها ما نعرفش انا راها لا مش انا راها هي هذا مش حرة تلبس هذا هي حرة تلبس شب هي ترى في باهي فوزي بن قمره شنو رايك؟ عريان اسمع شوف انا صار تصوير انا فاهمك سامورفولوجي لحظة بالاخر نعم سامحني لحظة خلينا نسمع راي فوزي بن قمره والله نسخيف فوزي والله نعم سامحني؟ اي انا صارت تصوير ما شفتيش؟ في ورد ديالك شنو ما شفتيش؟ وين بارتيل؟ كبيري في الكوليس ما ورديش هذي؟ أعطينا رأيك ترى أنا سوين نحب نسلو أم هبوها خليها تخذاتها أم هبوها خليها تخذاتها سمح حسين شنو رأيك؟ تحيي الفوزي بالقمرة تحيي الفوزي بالقمرة أسمع أنا مانيش معهم الزوز الحقيقة ممكن ذرايك كراجع ساعة في معناتها إيفينمون أوفيسيال ما تصورش اي انسان باش يلبس هكا في فورما اوفيسيال الحاجه الاولى الحاجه الاولى استنى الحاجه الثانيه ليه انا جو تخوف كو يا معناتها برشا موفي جو على الاخر معناتها في اللبسه هكا معانا هي ما اسمع ما نمشوش للعريان معناتها هي متغطيه مش عريان مش نوع عاد باهي لا قلت برشا حاجه خايبين زاد باهي مشيت ياسر في الاكستريم لا ما قلتش اغزر شبه قلت عريان قلت تو مراه مفسله هكا ما سماش بلا اسمع تختار ما تشوف تصويره ولا انت تو لابسه عريان اكثر منها باهي هي تو لابسه عريان اكثر منها لا مش عريان لا 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 يا مش عارف ليه تكتفت بركان تيتي نبغتك واه لا لا فوزي بن قمره عقلي لا ماهيش عرينا يمكن ترانسبرانت مش عرينا مش عرينا لا لا ولا عرينا هذا عرينا مغطي فوالا هذا عرينا مغطي صيغتي اسمع اي مراره في الدنيا تجم الغات زاد اللبسه نتاعها نهار من نهار تساغي بيك دونك نحب صور اخرى باش تعطيوا رايكم في اللبسه هذه اش رايك؟ هزني معاك يا خويا هزني معاك هزني معاك هو طندونس هذا هو تبارك الله حادثه قيمه المورفولوجي نتاعو زاد فهمتني عيب خاطر إلي بريسك عريان بالحق وتحس لا خاطر الجينز شيك بالنسبة للكاسكيت على الشمس والجلاسير شفيه هذيك والجلاسير شنو فيها الجلاسير ويل سميث لابسها جلاسير غزلق جديدة شنو جلاسير هذيك؟ مال شنو؟ اسمع فريجيدير شفيها زعما هذيك يطيب الوقت باش كي يصطاد الحوت يتأمنوا كي تاكلوا حوت اسمعني كي تاكلوا حوت مع من يدين صدق حلواس اماني هذاك خارج يصطاد انا كليت كف من يدين احنا عملنا لحظه فريمون هذاك خرج بالسيستاد الحوت قداش كنذل مع تعطيها هي الحوت وكريم الكفوف بيان سور مرة اخويا دكتور عبد القادر جديدي الفريجيدير هذا جابه من قاع البحر هو اي لا اوصف لنا الشخص اللي ترى فيه لا لا معناها هو بيته البحر هو لا 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 ما تظلموش الراجل انا لا اسمع صديقه بيصطاد لا السنار انا شبكه بيديه لا 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 بشويه عاد يس بيديه بشويه انا تحس الخوف الحوت شويه عاد الحوت يشوف الصادق من الخوف يطلع معلم ماشي ما تقلقش روحك يسلم روحه الحوت يسلم روحه هذه اسلوب جديد اي أناقة نحافة معناها ثم شعور بأريحية كبيرة يملك البحر الكل وهكاك هو ظاهر اللي هو اكبر من الباتو مبدئيا اما نحب نعرف شكون صوروا نوفل والله ما وي نعرف شكون صوروا شكون اللي مقابلوا صادق فما حاجه في التصوير شكون عمل اللوميير شوف الوحده الفلوت كيفاش عامله اي ميلة ميلة ريت ما بقاش صادق ميلة عامله هكا شكون الغالي اللي يصور فيه من الفوق خاطر هو خاف الوحده عامله هكا
سمعتوش. وعندنا تصوير اخرى، عندنا تصوير اخرى في نفس الموضوع ولا لا؟ لا، واهم شيء فمك شليكه بتاع البلاستيك احلى. لو فماش صوره احلى صادق، علاش تخليوا ليماج وخايبه؟ ما فماش صوره احلى صادق حلوات. نغزل عليه. هكا عليه. بلي معناتها سامحني. فما فلسه باش تطرشق. فوالا برجوليه برجوليه. دونك صادق هكاك تقعد اون تيغمين ليماج معناتها الاخرانيه. لو زرايا خير لي. بالحق. والله. فوالا الحسره به. توا قبل ما نسمعوا كليبات حسين الدوس جديد باش نشوفوه لاول مره، يعطيك الصحه حسين اللي جبت لنا كليب تشوفوه لاول مره، حاجه هايله برشا. نلعبوا نتفرج ولا نبدل؟ شوفوا مع بعضنا نتفرج ولا نبدل. نتفرج ولا نبدل؟ شوفوا مع بعضنا. فرانس 24 تحكي على أزمة النقل في تونس. محطة الحبيب ثامر للحافلات وسط العاصمة تونس لا تكاد تهدأ الحركة بها قليلا إلا لتعود أكثر قوة وأشد اكتظاظا. هشام التواتي متفقد المحطة وفريقه العامل لا يدخرون جهدا لإرضاء المواطنين، لكن المشاكل هنا لا تنتهي. شرتو حكيت القنوات الأجنبية كي تحكي على مشاكلنا الخاصة، تتفرج ولا تبدل؟ يلا تبدل. علاش تبدل؟ والله فرصوا فدينا من الفضايح. احنا بضايحنا، احنا ديجا احنا معناتها ناس معناتها سياسيين قاعدين يقولوا في تصريحات اللي تحشم وتعمل العار. ضايحنا معناتها هذوما تفاصيل نتاعنا، معناتها حاجه تخصنا تمنع. فرانس 24 مول بيس تحكي عليها علاش؟ وديما ديما الحاجه الخايبه تو اللي هي عندنا ما عندك واحد وزيد معناها واحد يبدا قاعد في دار في بلاد اخرى تزيد توريهم ترونسبور. اخي بلدان العرب الكل بار الخليج عندهم مشاكل تاع ترونسبور. موجوده المشاكل، كان جات توانسه حكينا فيها في بعضنا. انت في فرانس 24 هاي عندهم الارهاب وهاو مزيدهم راهم مشاكل الواحد ياسر. فرانس 24 وقت الجزيره دقت قونا معناها بالريبورتاج. تتفرج انت حسين؟ بيان سور نتفرج، خاطر انا من الناس اللي نواجه المشاكل. عندك مشاكل مع النقل انت صادق؟ مشكله مع عندي مشكله ودي مع النقل. مع انا مشكلتي كلها في حياتي ضيعت شطر عملي في النقل. عمري ضاع في النقل. رموركاج ولا كيران؟ لا لا كيران. اول حاجه ساعه في بالك كي تركب في كار في تونس تولي امنيه حياتك تنحصر فيش انك تدبر كرسي. الساعه هذيك تقعد لك تاريخ. وثاني حاجه اقسم بالله مره عندي واحد صاحبي ماشي لايطاليا، فهمتني؟ هو طلع في الطياره وانا خذيت الكار مروح. كلمني هو خلط وانا قلت له انا مازلت في الكار خويا. وي وي خويا مازلت والله هو خلط ساعه ودرجه وانتقلت بعد ثلاث سوايع اربع سوايع. تونس روما ساعه تونس روما سوايع تعمل ثلاث سوايع بالامبوتياج ولا تعملهم في ثلاث سوايع. فما حاجه انا مثلا الكار ابار ابار الاكتظاظ فهم، فما اللي حكيت الشوفره معناها نتاع الكار، ساعة الشوفير نتاع الكار فما بلاكه قد سخت اسمها ممنوع مع الحديث مع السائق، هو السائق اكثر واحد يحكي ما يسكتش. شفتك البارح هو ودر شيء كوره ويبدا يحكي في معاك المواضيع الكل، وكل الكونترولور يا خويا يشد لك في جمله بركه ما مسكت عبي الوسط عبي الوسط ماجد تراوي انا كمال زعيم انا عبي الوسط عبي الوسط فوزي البنزرتي ولا عبي الوسط وتبدا الكار متكمه وخارج اللي بخرج راسه فهمتي. ولا فما فاز اخرى في المتروات يجي يقول لك ورايو مترو ورايو مترو في بينه وراك مترو وراك كلب يجري تقلقت الشوفير كي يقولوا رايو مترو مريم نو كومنت يفجعها يفجعها مش يقلقها تراه نتفرج ولا نبدل. وقتاش مريم اخر مره طلعت في مترو؟ معناتها تقول اخر مره طلعت سي ميت اريفي باش نطلع ظاهر نكذبها سي ميت اريفي ليش مترو طلعت كي تكذب مسك طلعت في مريم مره شفت الواج داخل تخيل تخيل مريم في نقل جماعي تبدا ركبه هكا اي فوالا سبيت يا اختي لاباس والله اشتقت للرجال والله يا مشهد واقعي والله والله هكاك يلزق فيك في وجهك يبدا كريستيانو رونالدو اتهام كريستيانو رونالدو بالتهرب تهرب الضريبي 150 مليون يورو ما ديكلاريش عليهم. نحكيو على الكره البارة. تتفرجوا ولا تبدل؟ شوفوا مع بعض.
وثائق تناقلتها 12 صحيفة مكتوبة وإلكترونية أوروبية تتهم رونالدو بالحصول على 150 مليون يورو ما بين 2011 و2013، قيمة تحصل عليها من خلال العديد من الشركات في الملاذات الضريبية لم يدفع منها سوى 5.6 مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية. التهرب الضريبي ما يرحم حتى حد، معناتها كيف يفيقوا بواحد يفضحوه. تتفرج ولا تبادل على حكاية هذا؟ علاش تتفرج يا عبد الخاطر؟ تفرج لأن أشياء واقعية موجودة وعنا منها بين قوسين. باي والله نتفرج باش ريت حتى النجوم يفضحوهم يفضحوهم غادي ما فماش لعب. اي بيان سور، معناتها باش تشوف لامبورتونس نتاع الضرائب في في الدول اللي عند الناس الدول المتقدمة. راهو اللي يتهرب من الضريبة مش لعبة، تولي الوطنية نتاعو، تولي فضيحة، تولي كارثة. حسين انا قبل كل شيء كريستيانو رونالدو سي جوري ما اللاعب المفضل نتاعي. دونك لا 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 واش خاص لا لا دونك نتفرج عليه ديما نتبعه معناتها، مي ان شاء الله يطلع صحيح سي على الخبر خاطر هو كذب راهو قال ديك اي فوالا ان شاء الله يطلع صحيح الخبر خاطر انسان ياسر يعاون وما عندوش لحكي نتاع يتهرب من الضرائب ولا ياسر يعاون توا مازال ما نعرفوش. انا يحكي لي الخضار مقابله قال لك يخلي لي بوربار من 5000 كريم صاحبي كريستيانو. انا صاحبي انا فرير كريستيانو راهو كبروا الحكايه راهو احكي لي احكي لي احكي لي قال لي راهو جوست تعرف زبله وخروبه معناها ديجا تفرج في الكلاسيكو جبد مارسيلو يحكي معاي معناها سي دي باني اه مارسيلو زبله وخروبه ماشي كثير معناها ميسي مكاردي باكو لي جيرمن عادي تصير تصير كيك احنا كيك احنا كيك اصحاب كريس يا معلم صح فرير ذليتوه فضحتوه معناها طرف فلوس هو راهو بين قوسين ممكن ياسر تكون من اعلام الصهاينه اطلب بيلي شوي اسمعني علاش علاش على خاطر هو راهو مواقفه مع الشعب الفلسطيني ومع الاطفال الفلسطين معروفه ومش لازم باش نعاودوا نحكيوا عليها كيف ما عملوا نفس الحكايه بالنفس بالنسبه لل مش زيدان الاخر هذا بنزيما بنزيما ظهر فينالمون بنزيما هو الوحيد اللي مخلص ضرائبه في فرنسا فتوا قاعدين يتناقشوا في وطنيه صحيح ولا في وطنيه بنزيما. نشوفوا اخر فيديو نتاع نتفرج ولا نبدل على الكره في مصر. حارس مرمى عمل بروتيج في ساقه بدبوزه بلاستيك 21 نقطة، لو قدر يتفوق فريق بلدية المحلة هيصل إلى النقطة 24، طبعاً هيبقى في بينه وبين فريق الرجاء نقطة واحدة فقط لا غير. كي نتفرجوا في الكورة في تونس هاو شو نقول لك؟ علاش احنا عمرنا ما نتطوروا؟ الحكاية هذم، أنا كي نتفرج في ماتش بنزرت كأنه بطحة. معناتها ممرن نتاع سيبيج يقول ماركينا البونتو طلع تصدق ولا ما تصدقش؟ قال ماركينا البونتو خاطر فما حفرة بحث الجول الكورة بمبيت فيها وتماركيت. مانيش مصدق روحي، معناتها الممرن يشكر في الحفرة بعد الماتش. بالحق، معناتها حاجة رهيبة، معناتها إيماج خارجة تتفرجوا ولا تبدلوا تحطوا طرح في إسبانيا كما قلت أنت حسين، تتفرجوا ولا تبدلوا؟ علاش؟ إي، علاش تبدل باي؟ نبدل خاطر كي تونس كي مصر احنا لقينا مصر. إي فوالا فوالا جوستومون معناها مصر وتونس وبلدان عربية. مش فرجة، مش فرجة، سي با لوجيك معناها. الكل نعديو من نفس المشكل. انا نتمنى نهار ديجا تولي الشامبيون نتاعنا في الليل يولي ان سان فري سبيكتاكل معناتها كيما البلدان الاخرين وماش افونسيون مش علم معناتها جديد في الليل سي ازين برشا عندك كليغاج حتى الناس يحبوا يعملوا اخراج ينجموا يخرجوا لك ايماج مزيانه ديجا بور كومونسي حتى نوصلوا هكا ما تقول الديفيزيون دل معناتها مش صادق عليه تبدل. انا ديما نحس روحي كاني مازلت في حومتي معناتها كيما كور قبل 40 سنه تاكل ما تشوف 35 بلاش والله ونلعبوا على الجزوز فرانك وتاكل بعض على الجزوز ديما يخرجوا ثلاثه مجاريح اربعه مضروبين اي صحيح اللي يبكي يبكي بس ديما يبدا حاملين الجول حجرتين حجرتين لا وتماركين بوت تقول لك على البار برا منين جاب على المالديس لا وعالي ويبدا يحلف احسن والله اما نتفرجوا لازمنا نشجعوا راه كورتنا انت كريم علاش تبدل نبدل خاطر فما ترانا يدخل زرعين اللوبيا فيه فهمتي ودرسني وبارسا مثلا احنا قبل كنا نعملوها في الحوم الفازات هذوما فازت دبابز والكل احنا التكويره في الحومه قبل ولا عندها جو مش نورمال في كي نتلموا ديما الساعه اللي عنده الكوره احنا في الحومه يقول ويكون مفشوشه راه تبدا عنده الكوره الساعه اللي قدام دارهم نبداو نعيطوا له مثلا زياده نمشيو نكور كورتي هذه في بالنا بيكوس كورتي ما نحبش
باهي نحب نلعب افون سونتر هادي هاي نكاور وديما في الكوره تلقانا كل الجادور عرفتهم انا الاولاد يعرفوهم فما شكون ديما يكسر ديما يلعب راسك ولا كتف ولا كتف ما مطلو شيء هو تلقاه مكسر له ضلع ولا كتف وتلقانا فهمتني قبل في الحوم ولا يبدا يحكي في التليفون فهمتني تلقاه يكاور فهمتني وي ايناس صفاء صفاء جدول اخويا خلي عاد الجول الجول يبداو تتعلموا الدخان قبل ملي في التكوير الجول ولا يبدا يتكيف وشاد جول دونك مازلنا واحدين في تكوير لحوم عمرك 31 عام بديت الفن عمرك 18 سنه في جروب تاع روك وي بلاك لاند فاير يا حسره بلاك انا جيتاريست جيتاريست وقت اللي خذيت الباك عملت اختصاص ماليه وجيبيه اه بلاك اند فاير بلاك لاند فاير لا مش فاير لا نعرف الفار كي خذيت الباك ما عملتش عملت اختصاص ماليه وجبايه ما نجمتش تقراها خاطر تحب الفن عاودت التوجيه مشيت المعهد العادي للموسيقى وين كملت قرايتك وخذيت الماجستير ولا وبعد مشيت المنشن كملت القرايه في الميونيخ ميونيخ منشن بالانجلي منشن لا منشن في الهوكشولا في موزيك اون تياتر لونيفرسيتي دو موزيك تياتر نتاع منشن وين؟ في المانيا بيان سور كملت دايوغ وقت اللي وقت اللي عاود لي الاسم هورشولا في موزيك اون تياتر هورشولا في موزيك اون تياتر دايوغ وقت جيت بحذاك وقت كلام الناس كنت خرجت شطحه وكل بوليميك وكل قبل ما نمشي بالضبط لالمانيا بعد بجمعه مشيت اه اي جاي الكليب شطحه والكليب عمل صدمه معناتها بعد مقابلك انت هج بالعكس عاد وجه بيه خلي وليت شفت لالمانيا وجوبي والله ان شاء الله نهجوا نتمنى لكم هجه والله وجوبي بالعكس انت وين هجيت؟ هجيت لالمانيا وشكون ياخذ؟ المانيا مشيت قبلها فرنسا بيان سور تينور خدمت على روحي في لي برودكسيون دوبيرا في بواتي ليون باريس اكسيتيرا وبعد فما اسبانيا وبعد فما ايطاليا فانو فوالا هذا كليب شطحه اللي عمل ضجه معناتها عجب برشا ما عجبش برشا سمعنا اكستري أنا نغني في سقيفة ولابس جبة وندرجع متك على مخدة ظريفة ونقول في كلمها ونتميل في يدي تفاحة بنينة وفي الأخرى جباد الشيشة وتجيني وروحك فيدي مرسوم على خدك وردة تضحك لي وتقول لي كليمة وفيها جت العسلاوي اتكلم فيها بالرومي بشفايف حمراها بلوني عيني في عيني دا في يدي رحة في روحي تتخبى هي كوميدي ميوزيكال اسمها دار البي فيها السخريه فيها السخريه على المجتمع التونسي ولا على المجتمع نتاعنا فيها راجل ومراه ووليد وكيفاش شكل يتعاركوا وكيفاش المشاكل في الاسره نتاعنا هذاك علاش مش انا نقول في كلامي ذاك تعرف انا المشكله شنو مع حسين معناتها تو مثلا شنو الفرق بين اللي جاونا في الحلقه الاولى بين حسين ما تنجمش تقول له انت تلوج على البوز خاطر معناتها تحسه دوي تحسه موهوب عايش معناتها ماهوش عبد جاي معناتها من الشارع يا عم في حكايه هكا تحسه عنده ثنيه من بعد فما بيدو خال اللي هي زاد روعه برشا نشوفوا مقاطع من الكليب وسمعنا ترى اكستري صغير باش نعرفوا الثلاثاء معناتها الكليب هذا في اي اطار اللي باش نشوفوه اول مره بيدو خال بيدو خال ويا رمانة ما فشو خال ويا عرمت قمح بستين كليها ولدي الروحة أم ربيح وأم ربيح سالف يذري فيها الريح يذوي على تونس بصحيح هكا ولدي أم ربيح سيدهم يا سيدهم تضربهم وتكيدهم وتفك الحاجة من يدهم السعدينا السعدينا ولا تعمر لي جبنا كان كسر وبنيانا ولدي في الدار حذانا ولدي في الدار حذانا ميرسي. بذا خاطر الليزي ليسنينغ هذا اللي يعمل اغنيه سهله تسمع
ما ديجا نسخيدوها روبريز يعني انا من الاول معناتها نسخيدها روبريز معناتها هو كلماته الحان هي كلام قديم باش نصح كلام قديم جديد تاع وليد مهدي لكن اللحن بيسير اللحن كيما ناني ناني جاك نوت ولي غناء معناتها كلمات عاود معناتها بدلت في الكلمات ثم تجي الغناء اللي باش نشوفوها اليوم اول مره اللي هي ولدي كلماته كلها تبعني هي واحده اخرى اي تبعني قبل تعمل تبعني زاده سمعني تبعني عندكم كليب تبعني ينجم كان يتعدى مش مشكل الكليب تبعني سا سي لو غيف دون فام معناتها يحكي على حريه المراه اون جينيرال عندي مرايا بين ايدي نحبها كي تبدا متويه على فرشي العربيه ماما وشمعاتي تشعل في بدنه حنتها حمرا على كفي وريحتها كي الزهر النابلي شعلها بيدي المرميه على بدنها الازعر كي قلبي نخنقها نمسها نقرص ونعلمها كيفاش ثنيه باش تدخل لقلبي وحدك يا عيني يا عيني هاللاتي هاللاتي البيه تباني يا للاتي تباني يا للاتي البيا مرسي فوزي بن قمرة ايش رايك؟ ساعتي شفتوا الكليب انا ما شفتوش بصراحه شاف شفت الكواليس ريتو الكواليس وريتك في الكواليس الكليب هذا بالحق وريتني مش لقطات هذوما خاطر هذوما ما مريتهاش اللي فيقها من نومه في الطفله واي في الفرشه كيك انا حبيت نقول لي انا 30 سنه سكسي بعمري ما اي شو مزيانه شو مزيانه لحظه مع الجمهور الكل والسؤال اللي يفرض نفسه امك ليش تمام كنت حاب تسال على امي شنو ربط لك كي حاب تسال على امي بابا انا جوستومون نحب نقدم تحيه كبيره للوالد راهي سيغمون تتفرج وغنيت يا ولدي جديده اللي هي جبتها للحوار التونسي حصريا باش تعدى هي فيها امي تمثل جوستومون لوج على ام فوالا هي ديديكاس فوالا هي خلفسر سمعت انا نحب نحكي شويه ما تفهموش بالغلط راه عمل كاستينج بالصدفه جات امه دقت الباب قالت له نحب نشارك في الكاستينج من الاول ما عرفهاش امه من بعد فيها لا لا مش هكاك بالعكس تكون مريم بن ميمي امه كذا بالعكس نقول لك اقنعته امه مش تحت التهديد هي الكلام ديجا كتبناه انا وامي في فرشه في البيت غاديك حكينا مع بعضنا قبل ما نسافر لالمانيا وجارتنا زاد الفوق اي فوالا جارتنا الفوق زاد نقدم لها تحيه امال هي دقيقه بركة ليلى برك خليني نحكي ست خي جات بعدين دقيقه نوف دقيقه نوف الحب كم دونك امي كتبت انا وياها الكلام نتاعها انا كلامي وكلام امي مع بعضنا جارتكم نهارتها جارتنا جاك اللحم دقيقه جارتنا جات بحذانا وغنيتها لها وقلت لها باش نعمل لك ديديكاس كي نجي كي نمشي لنوفل في امور جديه خاطر حلمي اللي هو يسكن فوق قبل توفى و اي فوالا لا يرحم دونك كلاش الكليب فيه الحزن خاطر اللي جاري معناتها توفى ودخلت معنا في الكرياسيون جارها بمعنى ولدها ولا هي جارتي الفوق دونك ولدها حلمي التويتي اسمه نديدي معناتها في العمر كل توفى دونك دخلت معنا في الكرياسيون تاع يا ولدي كلاش ممكن حزينه شويه وانا حبيت نقول ميساج بالك شي يرجع لها في نهار اخر ولا حاجه هكا فوالا ان شاء الله تعجب الناس ان شاء الله تعجب الناس دونك نشوفوا لاول مره المبدع حسين الدوس عايش. في كليب يا ولدي يلا Merci beaucoup, merci. Merci. مواصفات عالمية، كلمات حلوة، صورة جميلة، حسن ديما يدخل حاجات سورياليست معناتها في التصوير في التيمات. نجم تحكي بمخك، أما كي تحكي بقلبك مزيان على الآخر. تشون على الآخر. عايش. برافو عايشك ميرسي. هذه أغنيته الثانية أنا اللي حقيقة اللي كونفانكو على جميع المستويات. برشا ذوق برشا احساس برافو صوت فرانشمون تو اكسي ربي يفضلك الوالد ربي يفضلك الوالده معناتها ريتك تبكي
بيان سور خاطر على خاطرش نبقى كل جمعه نبكي. موضوع الام حاجه كي على خاطرها با يمس محلاه الكليب وسختو كي ريت امه معاه معناها كان فخوره به فخوره بحسان وتحاسيلو حاجه به عندها علاش فخوره به مريم حتى انت بكيت وخرجت بالحق معناتها انا شبعان فيجي نتمسك روحي اكثر ريتك باش تبكي انا خاطر معناتها تعلمت نشد روحي اكثر مريم beaucoup d'émotions, elle dégage beaucoup d'émotions. Exactement. Bravo. 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 نحب نختم ال معبيه بالاحساس على خاطر كتبها هو امه معناها امه تعرف ايش معناها الولد وايش معناها وجيعه وايش معناها الديتاي كل بصراحه معناتها معناتها كي نشوف معناتها كي نشوف فين ظروف نخدمه في تونس انا نشوف اللي هذا مس السقف نتاع الممكن واللي تنجم تعمل هو اش عمل انا راه مس في السقف اونيتمون معناتها نحب نقدم تحيه بيان سور كبيره لساوث ساند برود نتاعي اللي توا تبع فيا من برشا خدم مع بعضنا خدمناهم المخرج بيان سور علي الاسود تعب برشا زاد باش نلحقوا في الوقت باش نجيبوه اليوم على الكليب وان شاء الله الناس بيان سور اللي خدمت في الكل ما تنسى حد معناتها راني نحبكم الكل ويعطيكم الصحه يعطيكم الصحه ان شاء الله نعملوا للقدام يعطيكم الصحه باهي تو بعد نرجع لك في كلمه الختام ولكن قبل زاد نحب نشكر اللي تفاعلوا معنا الكل ويبعثوا فيديوهاتهم في بلاي اكس لارج شويه المره هذه اربع دقائق تقريبا يعني من المفروض دقيقتين ونص باش نخصص لكم اكثر وقت ميرسي على الحب اللي قاعدين تبعثوه لنا ولكن حتى كان نقد ونقد لاذع رانا نقبلوه ونعديوه معناتها كونوا معنا صعب اكثر باش نتحسنوا شوفوا بلاي سلام حبيت وجه تحيه برنامج مجديه وبالمناسبه نحب نوجه حاجه كريم غربي تبتباري محليكم على الاخر فريمون تنحي لنا الستريس نتاع جمعه كامله كل نهار اثنين ولا كل نهار ثلاثه صدق حلوه يسيع بوزينك محليك انا ياسر نموت عليك مريم بن مامي قدك شكلات كريم الغربي تفتق 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 لا وفي الوردين يراني نموت عليك عسلامة لا هذه ديديكاس للصادق مش نقول لكم عليها ايوه بسم الله ايوه بسم الله سي صادق لي لعبيدك لي الحوار التونسي تاع دعارة متاعني فيغ تاع درا شنو معلم عندك 7000 قنية تبدل برا تفرج في الوطنية واحد الوطنية اثنين تسيب لعبيد خل تخدم على رواحة تسيب راك مهلكتوها البلاد انا نحب في امور جدية مريم بن مامي كريم غربي انا نحب مريم بن مامي كريم غربي السلام عليكم انا وليد من الجي قدم تحيه لكل ايكيباج دو امور جديه سيرتو سيرتو كريم غربي صبري لاس فيغاس تحيه لمافامي اون تونيزي السلام عليكم السلام امور جديه راني انا نحب برنامج امور جديه عجبت وقال برافو نحب نوصل صوتي على بنتي وماذا بيا يجيبوا لي بنتي انا نسكن في نهج ليبي قليبي واسمي لي اسم محمد وان شاء الله معناها توصل معناها لصوفي وتسمعها وتجيب لي بنتي انا نحبهاش كريم الغربي برا روحي اهلا وفي الورتاني نحب نسلموا عليكم من السعوديه ونشكركم على البرنامج تحفون كل نهار ثلاثه بصراحه رانا نتفرجوا برشا ثم واحد يحب يسلم على واحد في البرنامج هذا سلام لصادق راس القمر وتحياتي واشواقي له لاتناني مون امي تيغو يا حبيبي فن وتفلم بوغ اكريغ مون يا حبيبي فيديو هذا ديديكاس الكريم الغربي كريم غربي ونحب نقول لك راك توب على الاخر عامل باص حتى هنا في ايطاليا تيبالي راوي قد التحيه لبرنامج امور جديه الكل بصراحه برنامج هايل برشا بصراحة فوزي بن قمرة يعملنا برشا جو خاصة ضحك بابيك كي يضحك هو بالحق يضحك الناس الكل معاه نحب نشكر نوف الورتيني برشا برشا على البرنامج ونقول له برافو ونحب نقدم تحية خاصة لفوزي بن قمرة على صراحته
بربي السلام عليكم لك في الورتيني. بالله يكون محايد. قالوا البارودي ودرا شكون ايش بيه البارودي ما يظلمش العبيد ولا خاطر طفل صغير ولد معناتها صانع لافاش. وان بليس انتم تحلوا خو دزوا علاش ما تقولش خو حط يده على كتفه باش يسفسر الحكايه والاخر سبق بالكف. يزي ما الظالم على خاطر شخصيه بارزه. امور جدا ذا بيست اوف ذا بيست. ديكاس البيا الزرد كل ما تكبر تحلى بتصير احلى واحلى. الحقيقه بلا برنامج يقتل يهبط يفرد على القلب. ديكاس كريم الغربي ومريم وبيا ورفي جمرة. هذا هو المطلوب من صوة يعطيكم الصحة أمور جدية مئة من مئة بارك الله فيكم. أنا نحب نوفل ونحب مريومة ونبوسكم. أنا نحضر حاضر في دفار معناتها بليغة غدة حالات التلفزة فرسان نقاة ضحكني بحكاية يا حمامة صارت شيربي بالحجر. والله يا ربي هذه في كريمة قد ما تفرج بيكون شموش بس ديما ضحكني. أهلا تحية من باريس يا جماعة أمور جدية لكم. مريومة يا بيه مريومة نحبك بس. نوفل وردين ريت أنتي ريت أمور جدية ريتني أنا برا روحك. ديكاس الفوزي بالكاميرا من وليدات راتس حبينا نقولولك إن شاء الله عام وتعالي خير يا ريس. يا بدراوي يا نفا انتي زادة. انزل بلاي وسجل فيديو وابعثنا على 58 080. شكرا على تفاعلكم. حسين الدوس ضيفنا. بعد نحبك تتشاهلي اي غنية في مخك تافهة باش يغنيها بالأوبرا. ضيفنا يخدم لعبت بوكس ها؟ اي جو سي بوكسور لتو انا بوكس في الكنيسية نتاع العوينة. كنت نجم اي واسمع اي بالحق فكرتني ونقدم تحية لجمعية الحرس الوطني للبوكس اللي انا جو في بارتي منهم وترونيري العزيز العزيز مراد الوحيش. معناتها انت بوكسور. تحية لمراد. معناتها انت بوكسير كنت تنجم تمثل في ولاد مفيده في بلاصه مروه العقربي. مثلا انا جاتا انا جوش تحبوا يغني لي صبور هو عارفها ولا مثلا انا جاتا انا جو حاجه عارفها باهي ليك الواو بوس الواو حاجه لا لا اعطينا نتاع طفوله نتاع طفوله يا زينب حاجه تافهه. انا جاتا انا جو صرفه جاتا صرفه جو يعجبكش كيفاش بنا شنو انا جاتا بال لا انا جاتا نتاع تردها كانوا بافاروتي غني فيها يلا كيف ازيد حزينه ولا فرحانه؟ زين انا قطة فرحانة بقى انا قطة فرحانة شوية فرحانة وشوية حزينة باي من الأول حزينة وبعد فرحانة باي يلا أرنا قطة قرطة صرفة قطة صرفة صرفة ان شاء الله يا ربي معناتها الاحلام تاعك تتحقق. انت غنيت في الجم معناتها سيتي ان سوكسي تو تحضر في كوميدي ميوزيكال كامل. اي الجم سيتي بالحق احسن حفله ملي بديت سيتي كومبليت 3000 متفرج ايماجين هكا تنزلوا لهم معايا الاوركستر سيمفونيك تونيزيان والجم مش اللي جاي حافظ مقني ومعايا لي كوغيست يغني ومعايا مهدي مروان لارانجمون شوف هذاك في الفرنسا هذوك دونك استوى قاعد نحضر في الالبوم يزي من الكليبات وكل شيء هذا في الالبوم ديجا قريب نكمله معناتها الالبوم 13 اغنيه لا كوميدي ميوزيكال دوسي حضر الدنيا كلها حضرت ان شاء الله 2017 بشوفوا حسين دوس القوي قوي على الاخر ربي يوفقك حسين دوس نعم تصفيقه كبيره على ضيفنا حسين دوس شكرا عبد القادر الزيدي بايا الزردي سيدك حلوات بسام الحمراوي مريض الميني كريم الغربي شكرا الجمهور كامل فريق التقني والاعداد نتقابلوا في امور جديه نهار الثلاثاء الجاي